وفي الجانب الخدمي المروري أيضا شكى سائقو المركبات بقضاء تكريت من قلة الانضباط المروري من ناحية السير والوقوف، مطالبين بوضع مطبات صناعية وعلامات دلالات مرورية إضافية مع تكثيف جهود رجال المرور في تأدية الواجب للحد من الزحامات والحوادث في التقاطعات والطرق الرئيسية. ما جاي اكو نظام لهاي الصيغه مثل تقف بمكان، يعني انا من الناس طباق جيت لقيت ابو المرور مخلي لي وصل عجام، رحت على المرور يابا ليش مخلي لي وصل؟ قال والله انت واقف بمكان مو صحيح. اخي خلينا مكان صحيح نقف فيه، المفروض يخلون علامات داله، يخلون مكان للوقوف، دوريات بالشارع ماكو. من انت ما تقبل تخلي حد يقف بهذا المكان، غير انت تخلي فين الدوريه، تخلي ممنوع الوقوف ما تقف هنا. هذا شارع القادسية اللي موجود حاليا داخل مركز تكريت، هو يعتبر الفتحات قللوها، فش قاعد يصير؟ اللي يريد يستدير ما يقدر، ويجي بسرعة لأنه هو داخل المدينة، بس يجي سرعة فول مفول ماكو، يعني ولا يحس بكأنه قاعد يمشي داخل المدينة. قاعد يصير حوادث أكثر من ما كانت سابقة، فنرجو من المسؤولين أن ينتبهون لهذه الحالة، يا أما مطبات يسوون أو علاج لهذه الحالة. يعني ماكو هسه حاليا مرور يعني داله مثل شيء يعني يوقفون يعني مثل كباسات او شيشات يعني متوقف السيارات حاليا، فهسه يعني وين ما توقف السياره باي مكان يجي غرمك بدون ما حاطين شيء معين، علامات داله، يعني ما حاطين علامات داله. يعني المفروض يخلون علامات داله، يعني هذا ممنوع الوقوف هنا، يعني مثل شلون هذا العلامه استداره تاع الناس تعرف. بعض الاحيان يخلون وصل على الجامعه هنا وهو ما نعرف هذا وقوف غير وقوف، ما نفهم، ما مخلين علامات داله، مخلي لك خوص وهين غرامه على الماسحه وماشي مخلي.